السلام عليكم، أحب أرحب بجميع الأصدقاء المتابعين على قناة أكواد. اليوم راح أشرح طريقة تفعيل TFT Tool بعد توقف عمل السيرفر. هذا السيرفر من تجي تنزل الأداة أو تثبته راح تطلع لك هاي الرسالة: أكو مشكلة بالسيرفر متوقف. شو راح أحل هاي المشكلة؟ بكل بساطة أحذف السيرفر، اروح للذس كمبيوتر او اروح للكنترول بانل، افضل خاف اكو بعض الاصدقاء عندهم ويندوز 11 من الكنترول بانل. اجي على هذا الخيار، من هنا راح ابحث عن الاداة اللي هي TFT. هاي TFT مثل ما نشوفها، كليك كيمن انستول يس، راح احذفها بالكامل. حذفت الأداة. هاي الأداة راح أخلي لكم الرابط مالتها بصندوق الوصف. بالبداية راح نصب الأداة. طبعا كل اللي تسوي ترجع للكنترول بانل، أرجع للكنترول بانل، أجي للتايم، وين الوقت؟ تايم أند ديت أو date and time، خلي بسبتمبر عادي، 1 سبتمبر. أوكي ما عندي مشكلة. حاليا بس أوقف الأنتي فيروس من هنا أو جدار الحماية، دبل كليك فيروس and threat protection manage، أطفي هذا الخيار يس. هسه أشتغل براحتي. بالبداية نصب هاي الأداة، الباسورد مالتها أكواد. يس، تنصيب عادي. هنا الباسورد مال أداة TFT كابتل طبعا. نيكست، خلي نسخة على سطح المكتب. مثل ما نشوف بدأت الأداة بالتنصيب. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة، أدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تمام، اكتمل تنصيب الأداة، فينيش. هسه اللي أسوي هذا السيرفر، باسورد أكواد، هذا السيرفر استخرجه على سطح المكتب. تمام، هذا السيرفر بعد ما استخرجته راح أشغله. مثل ما نشوف اشتغل وماكو اي مشكلة. اوكي، ستارت، بدأ بالتشغيل طبعا. اوكي نو. هسه اللي اسوي اوقف السيرفر، اطلع من عندي، ارجع للأداة مالتي، اكو نسخة 4.4.4، كذلك الباسورد أكواد، هذا راح استبدلها. كليك كيمن على الأداة، أوبن فايل لوكيشن. هسه اللي أسوي أجيب هاي الأداة أخليها هنا، تمام، وهاي الألوك أحذفها ما أحتاجها بعد. هسه شغل السيرفر. هذا السيرفر مالتي اشغله يس.
اجي اشغل الاداه مالتي، وين هي هاي الاداه؟ صارت مشكله بيها. طبعا حذف الجدار الحماية مثل ما نشوف، حذف الأداة، أرجع استرجع الأداة. تمام، حاليا أشغل السيرفر، اشتغل السيرفر وأشغل الأداة. طبعا إذا أحذف هذه الفيرجن 4.4 راح تشتغل الصور مباشرة من شغل السيرفر. خلينا نجرب. مثل ما نشوف اشتغلت مباشرة. انتظرها. تمام، الأداة بدأت تتحمل. لوجن، الأداة راح تفتح. فتح موقع مال المطورين اللي هما بالفيسبوك، تيم العراق، تحياتي لهم. هاي الأداة اشتغلت، ما عندك أي مشكلة. طبعا الأداة غنية عن التعريف، ما يحتاج أقول شنو بيها، تدعم أغلب الأجهزة، والأداة جدا قوية بتخطي الـ FRB، الجميع يعرفها. أتمنى تشاركون الفيديو مع أصدقائكم وتدعمون القناة. أتمنى لكم يوم سعيد. تحياتي.